نعطيك اكزامبل. اليوم كنا سوبوزي نبداو التسعة، بدينا العشرة ونص. العشرة ونص باش بدينا بسؤال التعديل الاول نتاع الدستور، هل انه الدستور باش نسميوه دستور؟ وتم نقاش هل انه الدستور باش نسميوه دستور، فما شكون قال لا، وفما شكون قال لا، وفما شكون قال نسميوه عهد الثورة، وفما شكون صوت ضده، وفما شكون احتفظ بالتصويت نتاعو، هل نسميوه دستور ولا نسميوه عهد الثورة؟ وهذا كل وقعد وقته وضيعنا وقت نحكيه، هل انا باش نسميوه دستور؟ دستور. ومن بعد نزيدوا التعديل الثاني، هل باش نحطوا بسم الله ولا مش حاطين بسم الله؟ فما شكون قال اي وشكون قال لا، واللي قال اي قال اي، واللي قال لا في الاخر وكل ما نجمش يقول لا، والنواب متغشين ظاهرين ما يحبوش يحطوا لكن صوتوا اي. يعني هذا هو التصويت على الدستور. انا يظهر لي ما ينجموش يصوتوا في 10 ايام، وحتى كان صوتوا في 10 ايام يعني باش تصير بتبلفيتا كما نقولوا بالتونسي. ولكن علاش ممكن انه يكون التصويت نهار 13 جانفي، رغم انه كان جات اي قانون اخر نقول لك امبوسيبل، ولكن في الدستور ممكن. على خاطر المشكله ماهيش مشكله قانون، ماهيش مشكله مجلس، مشكله سياسيه، وهذا كلوش كي تبدا فما مشكله سياسيه نلقاو حل. هل انه حكيت توافقات الالزاميتها باش تسهل الحكي؟ ليه، خاطر هما اليوم ديجا معناها كانوا مانيش مش نحكيو على كل ما تم الاتفاق فيه، مانيش مش نعاودو نحكيو فيه، ولكن رغم ذلك حكيو فيه. فما نواب قالوا اي احنا كنا في التوافقات لكن تو اختلفنا بطلنا، معناها كنا متوافقين وما عادش، دونك عندنا الحق نتكلموا. يعني مادام هو شنو هي المشكله، هي انه 13 جانفي كان الدستور ما تمش يعني الاتفاق عليه، سيدة الوزير الأول يعني علي العرايب ما هوش نجم يصحح. إيش معناه؟ يعني بعد الانتخابات هذم التكتل باش يصحوا، المؤتمر باش يصحوا، والنهضة اللي ربحوا ما همش مصححين على الدستور. هذه حاجة تاريخية يعني، وهذه الواش شدين صحيح إنه لازم النهضة تصحح زيادة على الدستور. وش معناه؟ معناه إنه العرايب ما هو باش يستقيل كان ما يتم الاتفاق ويكون عنا دستور، وهذاك الواش الناس الكل تحب تكمل 13 جانفي، وهذا كلش ممكن يلوجوا على الرمزية معناتها، يلوجوا على انهم يقعدوا في التاريخ. يحبوا يقعدوا في التاريخ بيان سور. واضح. يعني قلت انت كل ما يبدا حل سياسي سهل، دونك تنجم نخلطوا له معناتها، واذا انسى السياسي، اذا خلطني له تمام بلفت ولا معناتها فما خطر. انا متاكد 256 تعديل فيهم برشا حاجات تافهه، معناتها فما برشا حاجات تافهه، فما حاجات تضحك، فما كي نفرزوها يعني نجم. فما برشا لكن ما نجموش نفرزوها، مادام التعديل تعدى لازم يتم لازم تتم مناقشته. اللي صار هو انه نورمالمون النائب شنو خدمته؟ النائب خدمته انه يكتب قوانين وانه يعطي تعديلات، هما تو سكروا عليهم التعديلات الماكسيمم، وهذا الشيء يخلي انه معناه انه ما همش ينجموا يخدموا خدمتهم اللي احنا حاطينهم لها، اللي هو انهم يناقشوا الدستور هذاك ويتم نقاش حقيقي على الدستور. يعني ما هوش عادي انه التصويت على الدستور ما يصير كان في 10 ايام، ياسر معناه شويه على الاخر. شوية معناتها يعني عامين على 10 ايام جوستومون، كركرنا بعد كبسنا في المهم كيما كي كنا نحضروا الاكزامانات بالضبط. بون انتوما باش تحكيوا توا على التوافقات اللي الناس قالوا اللي وصلنا لها بالنسبه لنا مشروع الدستور ليس الافضل، ولكن تتسمى محترمه مقارنه ب كيفاش بدينا المسوده الاولى. انتوما شنو اللي ترى ناقص، اللي شنو تمنيتوه يكون موجود ولا مختلف في الدستور هذا؟ هو صحيح اني لجنه التوافقات يعني قدمت برشا بالدستور من النسخه الاولى للنسخه الرابعه.